اكلم الناس بكل صراحه. اتفضل. طبعا انا من الناس السوشيال ميديا طبعا ليها تاثير وكل حاجه تمام، لكن في الاخر هي بالنسبه لي السوشيال ميديا، هتشتم النهارده الناس هتشكر فيا بكره. صح. يعني دي انا خسران بالترابي خلاص، ان الاهلي غلبوا واحد من افضل فرق افريقيا. صح. آه في اخر ثانيه. ايوه. انا شايف ان اللعيبه عملت تبع عليهم، لو عايزين يعملوا لي مسؤوليه يعملوا لي مسؤوليه، ايه المشكله يعني؟ هي رياضه كده. في واحده من النوادر فعلا اللي ما بتتكررش. كابتن هي رياضه كده، انا صح النهارده واحصل بكره. بالظبط بالظبط. يعني انا مش عايز ده كلام ناس هبله، يقول لك ما دعمتش ليه وما دعمش، اجيب اي لعيب وخلاص؟ لا طبعا. لا لازم اجيب لعيب محترم يكون على المستوى، هو فين لعيب في مصر اجيبه؟ يعني الناس اللي بتفتي وهما بياخد بالك بيبقى جزء كبير من الموضوع مصالح وسفره، وواحد عايز يجيب لعيب معين فبيبعت لك، فانت ما بتجيبوش فبيروح شتمك، يعني القصه مقفوشه يعني. دول رجاله، الهاند بول دول رجاله، انا بثق فيهم. صح. انا كان استراتيجيتنا السنه دي ان احنا نجدد اللعيبه الكبار اللي المفروض كانت مطلوب ان هي تعتزل، لكن انا مش هوقع الفريق. طب ما انا ممكن كنت اقول يا جماعه انا لمده سنتين مش هاخد اي بطوله، عايز حق. صح. وهنعمل احلال وتجديد. صح. احلال وتجديد، لكن انا مش هخلي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله يعني فريق زي فريق الهاند بول ده، هم متعودين يكسبوا الحمد لله فلازم يستمروا. انا ببص السوشيال ميديا بالشكل اللي هو يزعلني، لكن ببص لها على سبيل الاستشهاد. برافو. لازم تقول لك حاجات مهمه. صح. لازم تاخد بالك منها. صح. ومفيش حد ينفع يفكر لوحده. اكيد اكيد. الاراء تكون مختلفه بيدفعك ان انت تشتغل تفكر بشكل مختلف، فانا مش بزعل من الاراء المختلفه، انا بزعل بس مش تيم. يعني هو واحد في فرق كبير بين النقد والتجريح، وانا معاك. عمني هزيمه الماتش اللي فات، طب انا كسبت البطوله اللي انا اللي كسبانها. لو كسبت النهارده اهو كسبان اللي قبليها. اه كسبان اللي قبليها لوحدي بقى. اسمها كده، دي لعيبه ومدير فني واداره، مجموعه من العوامل بتجتمع عشان نوصل للهدف ده، نوصل لان احنا نوصل فاينل. انا وصلت فاينل ضد الترافي ولعبت واحد من اجمد المباريات. طبعا في ناس بعض اللعيبه ما كانتش موفقه وده وارد برضه، مش عايز طبعا الناس برضه عماله تتكلم على كريم الجاوي، لا انا اتحمل المسؤوليه عن كريم الجاوي. صح. محدش يربط في اي لعيب، دي رياضه. النهارده اللعيبه دي فرحتنا ان شاء الله، فرحنا في الفاينل، احنا لسه ما خلصناش ان شاء الله. والرياضه بتتبني، بتبني فريق في التيم. الباسكت لا انا مش هجدد للعيب يتامر على الزمالك مثلا في الباسكت خلاص، واللي مش عايز الزمالك احنا مش عايزينه. صح. ايوه انا ممكن اقعد سنتين ثلاثه ما اخدش بطوله عادي، ما عنديش مشكله اصلا. صح. لما امين مرتضى بياخد يعني نادي الزمالك لما بياخد، مش قصدي امين مرتضى ده هو اللي بياخد فريق الكوره، لما بياخد بطوله الناس مبسوطه الحمد لله. الحمد لله. لكن انا نادي الزمالك هو الاهم، وشروطه هي الاهم،